تتجه وزارة العمل بالسماح للقطاع الصناعي باستخدام العمالة السورية ومنحهم تصريع عمل شريطة أن يتم ذلك ضمن النسب المسموحة من العمالة الوافدة، بمعنى أن يكون تشغيل السوريين على حساب نسبة 20% من العمالة الوافدة وليس على حساب نسبة 80% المقررة للعمالة الأردنية. وشهدت نسب البطالة في الأردن ارتفاعا بين فئة الشباب خاصة في السنوات الأخيرة، وما زاد الطين بلة هو مزاحمة اللاجئين السوريين على فرص العمل القليلة، ما تسبب في أزمة تضاف إلى أزمة البطالة في الأردن. ليش دخول السوريين إلى الأردن هم كلاجئين؟ وحقوق اللاجئ معروفة ومفهومة لدى كافة الجهات، إعطائهم فرص عمل، وهذه بداية توطين، وهذه مخافة من أن يكون هناك مخطط لتوطين هؤلاء السوريين. إحنا عندنا بطالة وبحاجة إلى سوق عمل، ولا يوجد سوق عمل أصلا، وإعطاء السوريين مثل هذه الفرصة وتصاريح العمل يضر في الأردنيين بالدرجة الأولى ومصالح الأردنيين. احنا في الأردن بنرحب بإخواننا السوريين اللاجئين، واحنا موقف سيدنا كان عظيم معاهم، بس داخل مراكزهم الأمنية اللي هي المخيمات، ولكن أعطاهم تصريح أنهم يعملوا. الأردن فيها بطالة وشعبنا كله بالغور قاعد عن العمل، ولكن احنا نسبة للاجئين السوريين ندعمهم بداخل مخيماتهم بس مش خارج المخيمات. عالم بده ترزق الله، بلادهم انحرقت، بلادهم دمرت، يعني بدهم يعيشوا عالي هون على الامم المتحدة، يعيش عالي على الناس، يعني كل واحد بياخذ رزقته وكل واحد رزقه على رب العالمين، يعني ولا هو على فلان ولا هو على الثاني. والله شايف انه ما في ما يمنع، لانه حتى هاي هي بتشمل كمان غير السوريين، بتشمل المصريين كمان بنفس الوقت، لانه في طبيعه اعمال الشعب الاردني اصلا بتقبلهاش، فما في ما يمنع انه السوريين ياخذوا تصريح عمل في هاي الامور. يعني السوري ممكن يكون معه حق بوجوده بالبلد هون، يعني ما عنده اي مجال ثاني لانه يتصرف، والاردني برضه كمان يعني مجال عمله صار في عنده شاغر كثير، ف يعني هذا الموضوع ما فينا نحكم عليه. أنا من وجهة نظري إنه لازم يكون في للسوريين هيئة أممية ممكن تتحمل هذا الموضوع والعبء اللي عم يصير على البلد هون. وأثرت العمالة السورية بشكل كبير على فرص العمالة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع البطالة بنسب كبيرة، ناهيك إلى أن الكثير من المحال التجارية ومؤسسات القطاع الخاص يفضلون العمالة السورية بسبب انخفاض أجورهم مقارنة بالعمالة المحلية. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.